في الجزء الثاني من هذا اللقاء يحدثنا الكاتب والروائي العربي محمد مولى السهول المعروف باسمه المستعار ياسمين خضراء عما يتعرض له من ادعاءات واتهامات. ويقول الكاتب في هذا السياق أن ظلم القريب كان أشد عنفا عليه من ظلم الغريب، ويتساءل عما أعد العرب أمام التحدي الأكبر لمحاورة الغرب، ولم يعد يؤمن بالديمقراطية التي يتباهى بها الغرب بيد أنه غيور على دينه وحضارته، وينفي نفيا قاطعا أن تكون هناك جماعات ضغط صهيونية أو أمريكية وراء شهرته. السيد خضراء، أهلا بك معنا. Il y a tellement de choses à dire avec vous que donc on a décidé de vous revoir. أرحب بك في الجزء الثاني من هذا اللقاء. هل لنا أن نعرف الأسباب التي جعلت بعض المثقفين الجزائريين يناسبونك العداء؟ لا، ليسوا بالحجم الذي قد تتصورين، إن عددهم لا يتجاوز أصابع اليد. أما أسباب عدائهم قد يكمن في خيبة أملهم، لأن الجزائريين لم يتعودوا على أن يصلوا إلى هذا الحد من الشهرة، ولم تقرأ كتب الجزائريين بهذه الدرجة من الحماسة وعلى صعيد عالمي من اليابان إلى أمريكا، وبالتالي كنت أتوقع أن يشدوا بهذه القاطرة لدفع الأشياء إلى الأمام، لكنهم اختاروا أمرا آخر لا أدري كيف أشرحه لك. إنها حالة مرض عندنا، أجل إنه داء تعاني منه الشعوب العربية والأمة العربية وفي العمق. نعم السيد خضراء، سمعتك تصرح في بعض وسائل الإعلام أنك وجدت الدعم والصداقة من الغرباء والعداء من أبناء جلدتك. هل وراء الضابط الأسبق والكاتب الحالي يختفي إنسان جريح؟ لا أبدا، لم يجرحني أحد. أتعرفي ما الذي يجرحني؟ إنه ما يجري في بلدي وليس ما يحصل لشخصي، والدليل على أنني لم أبالي للتجريح هو أنني مثابر وأكتب بشكل منتظم ومستمر وبرحابة صدر وبدون أن تتأثر موهبتي، ولا شيء يستطيع أن يؤثر على إصدار كتبي وأنا مطمئن لذلك. لكن ما يجرحني هو ما يحدث في وطن الأم. إن بلدي أصبح غارقا في متاهات بغيضة بعد أن ضحى بالغالي والنفيس. إنه بلد قادر على منح صورة أجمل وكرم لا ينضب. إن الجزائر نموذج وقدوة. نعم إنها قدوة، لكن كنت أتوق إلى أن يكون نموذجا إيجابيا وليس سلبيا. إذن حال وطني هو الذي جعلني أشعر بالإحباط، أما أنا فإنني في أحسن حال، أضحك وأمرح. ولما أذهب إلى الجزائر أترك الكاتب وريشته على الحدود وأغدو ذاك الطفل الذي يلتقي مع أصدقائه الذين لا يزال معظمهم في الجيش. إنهم أصدقائي منذ الطفولة وأقضي أوقاتا سعيدة معهم وممتعة. إنني رجل سعيد جدا. عندما تتحدث عن وطنك الأم الجزائر توضح دائما أنك من أصول بدوية عربية، فكيف تنظر إلى العالم العربي؟ هل تؤمن بالأمة العربية؟ بالطبع أؤمن بالعرب، لكن لا أؤمن بالجامعة العربية. كيف ذلك؟ La Ligue arabe pour moi c'est une rente. أعتقد أن الجامعة العربية عبارة عن مجموعة من سواعد مكسرة وألسنة منافقة، هكذا أرى الجامعة العربية. إن معضلة العالم العربي في حكامه وليس في شعوبه. إن الشعوب العربية رائعة. زرت أبوظبي ودبي والكويت وسوريا والعراق، وسأزور قريبا لبنان.
إنها شعوب رائعة، أجل إنها شعوب رائعة، لكننا نفتقد الكوكب السيار الذي لديه القدرة على إبراز جمال وكرم العرب، وأضم إليهم العرب الجزائريين المنحدرين من منطقة القبائل والشاوية والتوارق. إننا أمة تستمد ثراءها من تنوع جذورها. هل بالنهاية للكاتب دور في تنوير العقول برأيك؟ إنه ليس بالضرورة دور الكاتب، لأن الكتابة مهنة وليست إنسان، لأن الإنسان وحده يستطيع تنوير العقول عبر الأدب والرسم والموسيقى والتعليم الجامعي وعبر حياتنا اليومية بشكل عام. وببساطة الأدب هو بمثابة وسيلة تجعل الكون يتفاعل مع الأشياء ومع البشر. هناك روائيون يكتبون قصصا ليس إلا، ويوجد روائيون يكتبون لأهداف ترفيهية، وآخرون يكتبون عن حياتهم الخاصة، لكن الشخص الذي يختفي وراء الكاتب هو الأهم. يتعين أن نثق بداخل الإنسان وليس بمظهره. أتعتقد أنك كما يدعي البعض حامل رسالة إلى غرب متعجرف وإلى عالم عربي جبان؟ أعتقد أن الغرب ليس متعجرفاً إلى الحد الذي نظنه. يمكن لنا أن ننظر إلى الغرب من زاويتين: غرب حامل لمذاهب مضرة للإنسانية، وشعوب غربية رائعة، إنها شعوب لديها الرغبة في الاطلاع على ثقافة الآخر وفي محاولة فهمه. إنها شعوب فضولية بالمعنى الإيجابي، وهذا ما يجعلها تتقدم، لكن نحن نفتقد إلى هذا النوع من الفضولية. اسمحي لي أن أقص عليك قصة. أردت أن أدعو كاتبا جزائريا إلى هنا بالمركز الثقافي كي يحدثنا عن أحوال الأدب العربي، لأنه أدب غير معروف جدا هنا، بالرغم من أن لدينا أدباء متميزون، وهذا الكاتب متقدم في السن ولديه خبرة كبيرة، وتنشر مقالاته في بعض الصحف باللغة العربية والفرنسية، وهو معروف كأديب متخصص في الأدب العلمي، وحصلت تلك القصة العام الماضي، فلم نلبي الدعوة بحجة أنه لم يسمع عني ولا يعرف عني شيئاً ولم يقرأ كتبي، بالرغم من أنني الكاتب الجزائري الأكثر شهرة حول العالم. إن افتقاد هذه الفضولية تضعنا في عوز تام، ونصبح رهينة رفضنا لذاتنا. إننا نرفض أن يكون لنا كيان، ونحاول أن ندرك من نحن عبر نظرة الآخر. إننا نكتب بعقل الآخر وننتظر أن يقال لنا من نحن، ولا يهتم بنا أهلنا في الجزائر أو المغرب أو تونس أو الدول العربية الأخرى إلا بعد أن يعترف بنا الغرب. نعم، لا يعرفون عنا ويسمعون عنا، وهذا حال الكاتب عندنا. ربما المواطن العربي لا يمتلك كل المعلومات ومحروم من حقه في التعبير. أليس المسألة مرتبطة أولاً بغياب حرية التعبير والديمقراطية في العالم العربي؟ إننا تجاوزنا حرية التعبير. أين ذلك؟ هل تقصد في العالم العربي؟ نعم، في العالم العربي وصلنا إلى عدم معاقبة التجاوزات. لم أرى ولم أسمع ولو لمرة واحدة في بلدي مثلا نقاشا سياسيا في الدوائر المثقفة، وما رأيته هو فقط مجابهات ومشاحنات وسب وشتم، لكن لم أرى نقاشا ذكيا وبناء ومهذبا. إنك تعتقدين أنهم محرومون من التعبير عن موضوع ما، لكن أصبحت شبكة الإنترنت توفر كل شيء وأزالت كل الحواجز، ولا نستطيع أن نخفي شيئا على أحد. لقد قمت بزيارة مؤخرا إلى الجزائر لجس نبض القراء هناك بعد الحملة الإعلامية الشرسة التي شنها حيال بعض الصحفيين، فاندهشت للأعداد الغفيرة التي كانت تنتظرني هناك، ولم يسمح للوقت بإجراء مقابلات مع التلفزيون الجزائري إلا بعد 4 ساعات من الانتظار. وفي مدينة عنابة كان ينتظرني نحو 700 شخص بمسرح المدينة، وكان جمعا غفيرا كذلك من القراء
من كان ينتظر وصولي إلى المكتبة المركزية للتوقيع على كتبي، حتى تدخلت الشرطة التي كانت تعتقد أن المواطنين خرجوا للشارع في مظاهرات. وفي مدينة قسنطينة كان المسرح مكتظا بالمعجبين، وقال لي أحد العاملين بالمسرح إنه لم يرى المسرح مكتظا منذ 20 سنة. وهذا يدل على أن الشعب الجزائري والشعوب العربية الأخرى تهتم بما يجري لكن لا تمتلك الوسائل لتحقيق أحلامها، وعندما تتوفر الظروف لذلك فإنها تمضي إلى تحقيق أحلامها بحماسة عالية. وهل الديمقراطية واحدة من أحلامه؟ ومتى ستمارس الديمقراطية في العالم العربي برأيك؟ يجب أن ندرك شيئاً أولاً، وهو أن لا نحاول أن نقلد الديمقراطية الغربية. وأنا لم أعد أؤمن بالديمقراطية التي يتباهى بها الغرب، إنها ديمقراطية انتقائية. فمثلاً هنا في باريس حيث مهد مبادئ وقيم الديمقراطية، تقاطعني بعض وسائل الإعلام، إنهم شطبوا اسمي لأنني لا أتحلى بالمواصفات والمعايير التي ترفضها الأوساط الإعلامية في باريس. إن باريس تتعامل مع الكاتب المغاربي أو الأفريقي بشكل مخالف، وبالتالي الديمقراطية التي كنت أؤمن بها اتضح أنها أوهام بعد أن كانت شعارات نبيلة. لكن هذه الشعارات تلاشت وحل محلها السخافة التي أصبحت تسيطر على مجرى الأمور. الديمقراطية الحقيقية في تقديري هي القدرة على النضج والشجاعة على الاستماع إلى آراء الآخرين. نعم، شجاعة الاستماع وقدرة النضج التي تسمح للفرد أن يتقبل النقد ليستطيع أن يصحح أخطاءه. يجب أن يبدي لك الآخر عيوبك بحكمة وليس بالسب والشتم كما يحصل عندنا، وعندما ينبهك إلى ذلك فإنه يخدمك ويساعدك على التخلص من بعض العيوب، خاصة عندما يذهب بنا الغرور إلى الاعتقاد أننا خالون من العيوب كما هو شائع عندنا. إننا لا نقبل أن نعيد النظر في أنفسنا، والمصيبة هي أننا نعتقد أننا عظماء ومعصومون من الخطأ، ولا نستطيع أن نتقدم إذا استمر بنا الاعتقاد أننا معافون من العيوب. ومتى تستطيع الشعوب العربية أن تختار حكامها وتستطيع أن تحاسبهم؟ أليس هذا هو مفهوم الديمقراطية؟ عندما يدركون أهمية مصيرهم، وفي اعتقادي إنها شعوب لا تدري ما تريد. إذن عندما يدركون أهمية مصيرهم مثل ما فعل الغربيون، وعندما يصبحون قادرين على محاسبة الحكام الذين اختاروهم، حينئذ يستطيعون أن يفرضوا إرادتهم. لكن طالما تظل الانتخابات لديهم عبارة عن إجراءات فقط، فإنهم على التخاذل والحرمان باقون. هل تلقي اللوم على المحكومين أولا؟ لا، بل يقع اللوم علينا جميعا. المثقف مثلا يلام لأنه يفتقد القدرة على محبة المثقف الآخر، ولأنه يفتقد القدرة على التعاون معه. دعيني أضرب لك مثلا بسيطا. اتصل بي يوما صحفي من وكالة الصحافة الأمريكية، لم أذكر اسمها، نعم إنها AP American Press، وأتى إلى هنا لإجراء مقابلة معي، وكان يقول لي إنك تستطيع أن تغير الأشياء لأنك أصبحت ذائع الصيت والناس يثقون بك. قلت له العامة يثقون بي وليس المثقفون، إنهم المثقفون الذين لا يثقون في بعضهم البعض. فكان يعتقد أنني أمازحه، ثم ترهن على دفع 10 دولارات لمن يصيب. وقلت له سأحرر نداء أوجهه لأصحاب الضمائر لدعم قضية الصحفي العراقي الذي كان رشق جورج بوش بحذائه. وفعلا فعلت ذلك وأرسلت النداء لصحيفة الوطن الجزائرية، فاحتفظت الصحيفة بالمقال 10 أيام قبل أن تنشره في طبعتها الإلكترونية، ولم أجد أثر ردة فعل واحدة. أتدرين لماذا؟ لأنه كان موقعا بقلم ياسمين خضراء. فأرسلت بريدا للصحفي الأمريكي وطلبت منه أن يمنحني 10 دولارات.
وهل حصلت عليهم؟ كنت أمازحه فقط. عثرت في إحدى المواقع على رسالة مفتوحة شديدة اللهجة، كنت وجهتها في عام 2007 لرئيس الحكومة الجزائرية الأسبق عبد العزيز بالخادم، وانتقيت منها سطرين تقول فيهما حرفياً: إن وفاة كل جزائري بسبب رداءة العيش يعتبر جريمة، وكل هجرة دماغ يعتبر اغتيال. وكنت تستنكر ما بات يعرف في الجزائر بالحراقة، لكن اليوم لم نعد نسمعك، إنك لم تعد تستنكر شيئا. ماذا تقصدين باليوم؟ أعني 2010. هل حاولت جهات معنية إغراءك بشيء مقابل صمتك؟ وما سبب قبولك لهذا المنصب؟ أتريدين مني أن أستنكر الأشياء فقط للظهور أمام الناس ب صفة الرجل الحر؟ هذا ليس مهما، لكن الأهم هو أن أتفاعل عندما أؤمن بقضية ما. لما كتبت هذه الرسالة المفتوحة كان تم تعييني مديرا لهذا المركز الثقافي، ولا أعتقد أني لم أعد أتفاعل، بل أنا مستمر في قول الأشياء بصراحة. وأدعوك لقراءة ما كتبته منذ بضعة أسابيع حول إحياء ذاكرة الكاتب الجزائري ألبير كامو، وتفاعلت حيال الذين حاولوا أن يشككوا في نزاهتي. أعتقد أنه يجب أن يعلم الجميع أن هذا المنصب لم يغير معتقداتي ولن يغيرها، لأنني أحمل بداخل العناصر الثلاثة التي تنبع منها سيادة المرء، وهي أولاً لا أشعر بالذنب، وثانياً أنا رجل طليق ولا أرضخ لأي تيار ولأي طائفة، وثالثاً أشعر بالمحبة، المحبة تجاه الآخرين. وأعتقد أن التحلي بهذه المشاعر يجعلنا نحس أننا أصحاب هذا الكون، وبالتالي لما أعتقد أن شيئاً ما غير صحيح فأتفاعل كمواطن جزائري بغضب مبرر، أو أنفي أن تكون هناك جماعات ضغط صهيونية أو فرنسية تدفعني إلى معاداة بلدي. إني أحب بلدي ولا أكره من أوجه لهم هذه الرسائل اللاذعة، أريد فقط أن يستيقظوا ولا شيء آخر سوى ذلك. يعتقد البعض أن كاتباً عالمياً وبارزاً مثلك يستحق أرقى ما قدم له. هل ترضى بمنصب وزير الثقافة في الجزائر مثلاً؟ لا أقبل أبداً أن أكون وزيراً، ودعيني أوضح لك السبب الذي جعلني أقبل بإدارة المركز الثقافي الجزائري في باريس، والأسباب عديدة. إن الأمر يتعلق بالثقافة، وأؤمن بالثقافة الجزائرية، وكنت أعتقد أنه سيلتف من حولي أصدقاء مثقفون، لكن لما كنت ألتقي مع جماعيين وإعلاميين وكتاب وفنانين ظننت أنهم يكنون للمحبة، وكنت أعتقد أننا سنستطيع فعل شيء مع بعضنا ونلم شمل الجزائريين هنا، ومن ثم ننطلق بنية التسامح والصدر الرحب تجاه غيرنا، ونحاول أن نخلق جوا من الصداقة والتعايش بين الجزائريين. لكن سفلتهم جعلت الأمور تحول دون ذلك. خطوت خطوة معهم لكن لن أكرر الكرة أبداً. لنعود للكاتب العالمي، وأعتقد أن كتبك ترجمت لأكثر من 20 لغة. نعم، 37 لغة وفي أكثر من 40 دولة، لكن ماذا عن اللغة العربية؟ هنالك محاولة بالجزائر ولبنان وأبو ظبي والدوحة. أعتقد أن القارئ العربي بدأ يهتم بكتبي. الكاتب المغربي المعروف طاهر بن جلون صرح إلى بعض وسائل الإعلام الفرنسية أنه عندما يفرض عليه التحدث باللغة العربية يعتبر ذلك وسيلة لتكميمه. هل الحال كذلك معك؟ طاهر بن جلون لا يتحدث العربية. صرح بذلك في تلفزيون تي في 5 على ما أذكر. ربما كان يعني أنه لا يستطيع أن يعبر عن أفكاره بالشكل الصحيح، وعندما يفرض عليه التعبير باللغة العربية يتعثر لسانه ويضيع وقته في البحث عن الكلمات السليمة فيتوه ويبتعد عن الهدف.
هل تواجه نفس المشكل؟ بلى، لكن يجب أن تعلمي أنني لست لبقا في اللغة العربية وحتى الفرنسية والأمازيغية والروسية والإنجليزية، وأعتقد أنني أعاني إلى حد ما بما يعرف بعسر القراءة. قضيت 36 سنة بالجيش والجيش وعلمني التزام الصمت، ولذلك عودت الكلام بالكتابة. إنهم منعوني من الكلام، فمضيت إلى الكلام المكتوب، ولا أحسن التعبير إلا عبر الكتابة. إن تعلم التعبير بلغة معينة يأتي تلقائيا وتدريجيا وبشكل عفوي. إنني لم أكن أتحدث الفرنسية قبل يناير كانون الثاني 2001. نعم، أقول ليس قبل يناير كانون الثاني 2001، وهو العام الذي وصلت خلاله إلى فرنسا. كنت لا أعرف أنطق بجملة سليمة واحدة، وطبعا أعني شفويا، وكنت أتحدث عبر الهاتف مع مدير النشر الفرنسي قبل وصولي إلى فرنسا، وكان يدور حديثنا في جو من الهلع والحيطة، فزاد ذلك الطين بلة، وكان يصعب علي إيجاد أبسط الكلمات. إنك تصف نفسك دائما بالبدوي ورجل الرمال، ألا يتم توريث الثقافة والتقاليد عندكم شفويان؟ أكيد، لكن أبعدوني عن أهلي عن عمر يناهز زهاء 9 أعوام. سلبوا مني طفولتي ولم يتركوا لي فرصة العيش بين أسرتي وقبيلتي. ويجب أن أقول إنني كنت أتحدث اللغة العربية بطلاقة قبل سن 12، وكنت مولوعا بالشعر العربي بشكل رهيب. وبالمناسبة أعتقد أن العرب هم أعظم شعراء في الكون. لا يوجد شاعر واحد في العالم يستطيع أن ينافس أبسط شعراء العصر العباسي. إن العربية لغة كونية، إنها لغة ساحرة. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لما كنت تلميذا في المدرسة العسكرية كانوا يريدون أن يصنعوا منا النخبة، كانوا يريدون أن يصبح كل تلميذ عبقريا. أذكر ذات مرة خلال دورية لتقوية النطق السليم باللغة العربية، جلس الأستاذ خلف تلميذ كان يجلس جنبي وطلب منه أن يقرأ، وكلما زل لسانه راح ينهار عليه شتما وسبا. ثم قام الأستاذ ووقف أمام التلميذ، وكان التلميذ يبدو مرعوبا، فزادت رداءة قراءته، فأصيب الأستاذ بنوبة غضب وغرس برتبكار على رأس التلميذ، ورأيت ذلك بأم عيني وعن قرب، فأرعبني ما جرى. وكان عمري آنذاك 12 سنة، ومنذ تلك اللحظة لم أعد أستطيع أن أتحدث باللغة العربية بطلاقة، وحتى اللحظة لا أستطيع أن أقرأ كتابا بالعربية، فزوجتي هي التي تقرأ لي الكتب. دعني أوضح للمشاهد أنك كنت ضابطا في الجيش الجزائري وشرعت في الكتابة باسم مستعار وهو ياسمين خضراء. بلى، شرعت في الكتابة في الجزائر باسم الحقيقي محمد مولاي سهول، لكن كانت كتبا متواضعة جدا، وكانت بالنسبة لي مجرد تدريب على الكتابة، وكنت مجبر على طلب الترخيص من الجيش. أحبذ فقط أن نختصر الوقت. إذن ياسمين خضراء هو اسم زوجتك؟ أجل، إنه اسم زوجتي. إنني قرأت تقريبا جل مؤلفاتك، لكن لم تتحدث كثيرا عن زوجتك ووالدتك وابنتك. ما هي المكانة التي تكنها للمرأة بالنهاية؟ أعتقد أن وضع اسم زوجتي على غلاف كل كتاب أصدره يدل على تكريم للمرأة. إنني مدافع على حقوق المرأة وأؤمن ببسالة المرأة وصحوتها، وأعتقد أن النساء أكثر سفوة من الرجال. إنني لا أستطيع أن أفصل المرأة عن الجندي الذي كنت. أرى المجتمع بمثابة ثكنة عسكرية يتم بها فرض التصنيف الإداري، لكن عمليا غالبا ما يكون المرؤوس أذكى من الرئيس. تتحدث كثيرا عن والدك، ولا نعرف عن الوالدة إلا أنها رحالة وبدوية، والحال كذلك بالنسبة لزوجتك. كيف تفسر ذلك؟ نعم، لكن لا أكتب كثيرا عن حياتي الخاصة لأنني لست مركز الكون. إن أمي غيبت من حياتي، أبعدوني عنها، ولم أكن أبلغ 9 سنوات.
سرقوني من حضنها ووضعوني في ثكنة فأبعدوها عن بصري، ولم أكن أراها إلا خلال العطلات، لكن كنت في نفس الوقت متعطشا لحارتنا ومحلاتنا ولأصدقائي، فكنت أخرج في غالب الأحيان ولا أبقى في البيت. وما هي علاقتك مع الرب؟ إنني مسلم متدين، أصلي منذ بلوغي 9 سنوات، إنني أصلي منذ عقود ولا أزال أصلي بنفس الهمة والعزيمة، ولو لم أكن مؤمنا لما استطعت أن أكون الكاتب الذي أصبحت. أستاذ محمد مولى السهول الكاتب العربي البارز، شكرا جزيلا. مشاهدينا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى أن نلتقي مجددا. ها هي ليلى حداد تحييكم من العاصمة الفرنسية باريس. إلى اللقاء.